بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم متابعينا ومحبينا من كل مكان. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا كلكم عايزين تعرفوه، وهي نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى هنعرف ازاي النهارده، نجيبه مع بعض. وأي حد عايز يعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بس في الثانوية العامة يبعت لنا رقم جلوسه واحنا هنجيبها له ونتواصل معاه خاص. اول حاجة هنعرفها مع بعض ازاي انت تجيب نتيجة التنسيق. هنشوف الاخبار الاول، الاخبار عن تنسيق الثانوية العامة. طبعا قالوا ان نتيجة المرحلة الاولى خلاص اوشكت انها تظهر وكده، فخلاص يعني اول ما تظهر لو انت بعت الرقم الجلوس بتاعك هنبعتها لك فورا. والمرحلة التانية طبعا هتبدأ، والكلام ده برضو المرحلة التانية لما تقدم او عايز تقدم ابعت لي وانا هساعدك في الطريقة. لو انت ما عندكش امكانية ان انت تعملها في البيت بدل ما تروح اي مكان، والاستغلال اللي بقى في الاوقات دي ممكن انا اجيبها لك وابعتها لك من غير اي مقابل. اول حاجة عشان نعرف الاخبار، ان وزارة التربية والتعليم قالت ان خلاص هم قفلوا باب التقدم اللي هي تسجيل الرغبات المرحلة الاولى من يومين تقريبا، ونتيجة المرحلة الاولى خلاص اوشكت على الظهور. يعني هتفتح الموقع اللي هوريهولك دلوقتي في لحظة هتلاقيه يقولك نتيجة المرحلة الاولى. احنا طبعا بندخل على جوجل كروم ونكتب بوابة الحكومة الإلكترونية أو التنسيق، وبعدين هحط لك الرابط ده في الوصف، في صندوق الوصف، علشان لو انت حابب تجيبها انت بنفسك، ولو مش عارف ممكن تبعت رقم جلوسك ونتواصل مع بعض ونعرف اجيبها لك ان شاء الله. الموقع اللي هو ده هنضغط على الرابط ده، بوابة الحكومة الإلكترونية الخاصة بخدمات التنسيق وكده. أول حاجة طبعا معانا اللي هي إيه، أول ما نتيجة التنسيق هتظهر هتلاقي اللي مكتوب جنبها دلوقتي التسجيل مغلق، خدمات تنسيق الثانوية العامة التسجيل مغلق. أول ما تظهر هتلاقي الكلام ده اتشال ويقولك إيه، اضغط لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى، او اللي لسه مرحلة تانية هيقول له برضو ان انت ايه تسجل في المرحلة التانية. والثانوي الازهري برضو نفس الطريقة، والشهادات الفنية وكل اللي مكتوب ده، ومدارس النيل وكل ده. هيحتاج منك تقريبا الكود اللي هو مكتوب في الشهادة، الكود اللي هو ارقامه طويلة شوية، تقريبا 10 ارقام او 14 رقم مش متذكر، والرقم الجلوس بتاعك. لو مش هتعرف تجيبها ما تحاولش وانت مش عارف، علشان ما تغلطش غلطة ترجع ما انتش عارف تعمل ايه بعدها. وان شاء الله تستقبلوا نتيجة التنسيق بسعادة كده وبفرح، ده اللي ربنا كتبهولك، انت اخذت بالاسباب ونجحت وحققت اللي انت عايزه الحمد لله. لو جات لك حاجة انت ما كنتش راغب فيها بس هي المتاحة طبقا للمجموع بتاعك، برضو قول الحمد لله واعرف ان الحاجة ديت ربنا شايف ان هي اصلح ليك احسن من الحاجة التانية يعني. فربنا يوفقكم جميعا، وهنتظر تعليقاتكم. اي حد عايز النتيجة اول ما تظهر على طول يبعتلي من دلوقتي رقم الجلوس، وساعة ما تظهر لو طلبوا اللي هي الأرقام بتاع الشهادة ديت هطلبها منك برضو. هنشوف طريقة التواصل معاكو الخاص، وهسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيس بتاعي علشان تتواصلوا معايا خاص، عشان برضو الحفاظ على الخصوصية بتاعتكم. انا اتواصل على الخاص علشان ايه، انا احافظ على خصوصيتكم. ربنا يوفقكم جميعا وارضوا باللي ربنا قسمهولكم، وإن شاء الله ربنا هيكبر خاطرنا وخاطركم، وتبقى سنة حلوة عليكم. وهنعمل لكم فيديو تاني عن الجامعة وأول يوم في الجامعة، وإزاي
تستقبل الناس الجداد اللي هتشوفهم في الجامعة وتفاصيل كتيرة قوي تهمكم. تابعونا واشتركوا في القناة علشان اي اشعار يجيلكم من خلالنا ان شاء الله. شكرا ليكم.